السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات شارك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله هشارك تطبيق جديد هو اسمه كروس بلات فورم ستريمز جيفي. التطبيق ده مساحته 69 ميجا، محمله اكتر من 100 ألف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بمشاهدة البث العالمي للقنوات المحلية والقنوات الدولية والقنوات العالمية. تقدر تشاهد أي قناة أنت عايزها، سواء القناة دي موجودة في بلدك أو القناة دي موجودة في بلد تانية، تقدر تشاهدها بسهولة من خلال التطبيق ده. كمان التطبيق ده بيديك مكافآت على الإعلانات اللي أنت بتتفرج عليها على التطبيق أو أي حاجة أنت بتعملها على التطبيق. بتعمل استطلاعات رأي، حاجات زي كده بتقدر تعملها وبتقدر تكسب منها فلوس وتحقق دخل إضافي أو دخل زيادة في حياتك يعني، أو في الحساب بتاعك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق إن هو بيتضمن إعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالإضافة لأن التطبيق بيكون باللغة الإنجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده يعتبر بس شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو، لو عجبك شرح تطبيق معين يا ريت تكتب في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو شفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو علشان لو اي حد دخل شاف فيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وحمل التطبيق واكتشف فيه ميزه او عيب يكتبها. واحنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء الايجابيه او السلبيه علشان كمساعده منه ان هو لاي حد حابب ان هو يخش يحمل التطبيق بعديه يعني، ويشوف الفيديو ويشوف التعليقات اللي مكتوبه ويعرف ان التطبيق حصل فيه تحديث سواء ايجابي او سلبي. علشان في بعض الناس بلاقي كاتبه لي تعليقات على فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله ويقول لي احنا بعد ما حملنا التطبيق لنا في حاجات مختلفه عن اللي انت قايلها سواء ايجابيه او سلبيه. ده ببساطه لان انت حملت التطبيق بعد نزوله بفتره طويله. اما لو انت حملت التطبيق بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها الايجابيه والسلبيه هي اللي موجوده على القناه. انما كل اللي بيحمل التطبيق او شاهد الفيديو بعد نزوله فتره طويله بيلاقي حاجات مختلفه. ليه؟ لان دي التطبيقات يعني بينزل لها تحديثات مستمريه، سواء كل يومين كل اسبوع كل شهر بكتير قوي تطبيق بينزل له تحديث. عشان كده دايما بننوه ونقول اي حد يكتشف ميزه او عيب يكتبها عشان يساعد غيره. اما لو انت دخلت على القناه ولقيت فيديو الفيديو موجود اللي انت عايزه بتاع التطبيق، والفيديو ده موجود من زمان بالفتره طويله 10 شهور 8 شهور سنة، وانت خايف تحمل التطبيق، انت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان وانا اشرحه لك، اعرفك العيوب والمميزات وكل حاجة عن التطبيق. او ممكن ترسلني على الفيس على اكونت باسم مراجع برامج وانا هدلك واعمل لك فيديو مبسط ومفصل لشرح اي تطبيق انت عايزه. وشكرا، سلام عليكم.